أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد بساعته الأخيرة بمطبخ يوم جديد مع علا نيروخ. يوم وصفات لذيذة وشهية وسهلة ممكن نعملها ببيوتنا، فخلونا نصبح بالبداية على الشيف علا. صباح الخير علا. صباح العسل يا عسل، صباح الفل من جديد يا قمر. أهلا لك حبيبتي زمان. هيدي بيد الأيادي حبيبتي القلب. اليوم رح نعمل صباح الخير أكيد لجمهورنا الكريم خلف الشاشات. اليوم رح نعمل أنا وياكم هيك شوية أفكار بسيطة، يعني عادة بحاول أجبلكم اللي بنشوفه برا بالمطاعم أو بالمنشآت الغذائية بحاول أسويلكم إياه بالمطبخ، لحتى بنفس التكلفة تقدر تطعمي 6 أشخاص بدل ما تاكلي لحالك. اليوم رح نعمل باستا بالقصدير، موجود جديد بالمطاعم وخصوصا المطاعم السياحية، مبهجة في طريقة التقديم، يعني هي مش كتير بتختلف عن الطنجرة بس شوي بتعطي هيك يعني طريقة تقديم، خليني أحكي فكرة مش أكتر. بالإضافة إلى صالونة، وهالمرة رح نعمل صالونة البازيلا الخضراء، شوية هيك تغميس مع خبز محمش كتير طيبة، وأخيرا وليس آخرا حلا المكة البارد. ممكن تسوي بطبق كامل، ممكن تسوي بطبق الترايفل هيك يكون عالي، طبقات بسكوت كيك والكريمة، ممكن تسوي بالكابس أو بالكاسات. أنا اليوم رح أستخدمه بالكاسات، هيك طريقة مبهجة كمان كتير حلوة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ كل التفاصيل أكيد مع كاتي. أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله وصفاتنا اليوم تعجبكم. يعطيك العافية علا، يعني أرقام الهواتف أنت كرمتم بأسفل الشاشة وناخذ مقادير أول وصفة لعلا. باستا القصدير، بدنا أي نوع باستا متوفر ومسلوق، بدنا صدر دجاج مقطع ومشوح، زيت نباتي أو زيت زيتون، بدنا بصل مفروم، ثوم مهروس، زنجبيل مبروش، فلفل رومي ألوان مقطع، بدنا بروكولي مقطع صغير، بدنا 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم، بدنا كوب كريم الطبخ، بدنا جبنة موتزاريلا، بدنا ملح، بدنا فلفل، بدنا كاري، كركم، بابريكا، زعتر ناشف قصدير، وورق زبدة. يعني باستا كاتي بس هي بجيب ورقة القصدير لأنها بتعطي حرارة، فبعدين بنسكرها بنطبقها على بعض، فعلى حرارة القصدير بتدوب معاك الجبنة، لذلك هي هيك شوي بتحسيها كتير حلوة. وحتى أنا يعني أنا حدا كبير مش طفل صغير مثلا، لما حطوها مقابيلي وبعدين أجي هيك فتحي القصدير بعدين فتحها من ورق الزبدة نزلها حلوة، يعني بتكون سايحة هيك والله. زاكي المعكرونات زاكي بشكل عام يعني أكيد طبعا لطيفة. رح نحط زيت نباتي، زيت زيتون، زيت كانولا، زيت أفوكادو، زيت جوز الهند، اللي أنت بتحبي حطيه. رح نحط زيت، بعدين رح نكمل على الزيتات بشوي من البصل أحمر أو بصل أبيض كتير زاكي، زنجبيل وتوم، واللي ما بتحبي ما تحطي. بسم الله نقلي شوية بصل معك يا أمار. اوكي بنصبح على رماس عوده، بنحكي لها صباح الخير. مادلين بتصبح علينا، نجاح عوده، السيد محمد عطا، واسيا بتصبح علينا، عصام، الشيخه مها الخلايله بتصبح علينا، ملك ام محمد العدوان، و أم فرح اكتشات بتصبح علينا، حبيبتي يسعد قلبك بتصبح أولادها ميار وفرح وفيصل وزوجها أيضا، أم علاء سعيدين بتصبح علينا وعلى زوجها، أم منتصر العزام، ورد المشاقبة، حنان الخليلية صباح الفل، وأيضا أمل حماد بتصبح علينا، والدكتورة وفاء، وهيا بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. قبل شوي كاتي داقت الدجاج، شو قلتي عنه؟ ليش دجاجك مش زاكي أول مش مرة؟ مش زاكي لأنه الدجاج بس مسلوق مع شوية هيل، لا فيه ملح ولا فيه فلفل ولا فيه طعمها نكات الطيبة. هلأ رح نحطه لكاتي وين؟ جوا الطنجرة. رح نحط فلفل رومي أبيض، سوري أصفر، أحمر، أورنج، أخضر، ابعدي عنه، مع الباستا بمرمل، مو زاكي أبداً، مو زاكي. تمام؟ تمام. رح نقليهم مع بعض. البروكولي انا حاطه زهرات صغيره، حطيت عليها فقط ماء مغلي فقط، ما تسلقيها بهالشكل. بعدين انا رح اعمل تشويحه بسيطه، خلي الخضار دائما هيك حبتها واقفه فيها قرشه، ما تخلي كل قيمتها الغذائيه وسوائلها تنزل، مو حلو، بتبين زي الاكل المسلوق هيك كثير اطيب. تمام. هيا قوقزه بتصبح علينا، عطر الكعبه بتصبح علينا، وايضا فريال القصراوي، ورنوش ذكارنة، ليلى الخطيب، وأيضا نصبح على صوفيا الزواهري، وميرا وعصام أيضا بتصبح علينا، حنان الخليلي، أمل ومايكل بتصبح علينا. يلا يا علا. هالألوان الحلوة والمبهجة عند الكرمل تاخديها طازة. هلأ أكتر إشي صعب بحلقة يوم السبت
كافي انه لا في لحم ولا في دجاج ولا في خضره ولا في فواكه فريش، لانه تم توزيعها من صباح يوم الخميس. فلما بيجي الشيف يروح يشتري إشي هيك حبه واقفه ماكنه على الشاشه تطلع وهيك إشي كثير فريش، تستصعب الامانه حتى بالمولات لانه ما في توزيع سوق مركزي والامور هاي. بس عند الكرمل بيكونوا حريصين دائما انك تاخذي بضاعه صح الصح. تمام، فنشكر طبعا اكيد كمان كاتشب التمر منتج اردني الاول من نوعه في الاردن وحول العالم. هو يعني بديش احكي براءة اختراع، ولكن للامانه فيش حدا عمله قبل هيك. المصنع في اربد وبيتم توريده هلا لدول اوروبا من جديد. طيب هلا رح نحط البهارات. عندنا رح يكون شويه كركم كرمال تعطيها لون حلو، كمان رح نحط شويه كاري كثير زاكي مع الباستا، شويه من بابريكا حلوه او حاره ناعمه او مجروشه ما بيفرق، كثير مدخنه ما بتلبق لهي الوصفه ديروا بالكم، زعتر ناشف. أكيد إحنا حلقتنا دائماً ما بتزيد ابتهاج إلا بوجود كل الرعاة، نوجه تحية للكسيح ومنتجاتها، رينج كامل متكامل له أول ما له آخر. صح. شو ما بحلالك شو ما في ببالك موجود في عندهم. أرز قطار هلأ موجودين، كثير بتسألوا إذا موجود المؤسسة، موجود بالمدنية وبالعسكرية، الحبة المتوسطة والحبة البسمتي والحبة الطويلة إكسين لارج. تمام يلا يا مرحب. بنصبح على إيمان العزاز، بنحكي لها صباح الخير. محمد الخوالدي بحكي عيد ميلادي، بنعيد عليك محمد كل سنة وأنت سالم. أم قصي السواعير، أمل سويس نفاع، بنصبح عليها بنحكي لها صباح الخير. وأم منتصر وأم فراس، وفي معنا اتصال. ألو صباح الخير. أم جمال صباح الخير. صباح الورد، كيف حالك؟ يسعدك. أم جمال من معين. أهلا وسهلا فيك يا أم جمال، ولو سمحتوا تعلوا لنا الصوت والاستوديو لأني مش سامع أم جمال مظبوط. كيفك ستي؟ يسعدك يا متألقات يا وردات التلفزيون، انت والشيف علا حبيبة قلبي يسعد عمرك. هاي الشيف علا معك، تفضلي. أم جمال لازم أم جمال تعلي صوتها عشان أنا أقدر أسمعها لأني مش سامعة. وعلونا الصوت اللي سكتنا الصوت. يلا قولي يا أم جمال. صباح العسل. صباح الورد. صباح الفل. كيف حالك؟ أنا منيحة ستي، شو أخبارك؟ إن شاء الله أمورك تمام. الله يسعدك. تفعلا انت متالقه خلقا واخلاقا وتعاملا وكل. حبيبه قلبي من بعدكم، سبحان الله انك حاويه كل شيء رائع وجميل. احنا بنتعلم منكم اكيد ستي، انتم البركه والله. كثير حلوه، يعني انا اشتغل الدار واظل قاعد اقابل التلفزيون اتفرج عليه. طب جربتي شيء من طبخاتنا ولا؟ كثير. زبطت يا بي ما اروع، في شيء منك تقدميه وما يزبط؟ ما هو نفسك طيب اكيد بزبط كل شيء، حتى لو مش زبط رح يزبط. اهلا وسهلا فيك ستي وصباحك سعيد. أيها، شكرا على اطرائك يا قمر. يلا في معنا ام فراس. الو صباح الخير. الخير، صباح الورد. يا كيف حالك؟ يا صباح الفل، صباح الورد، هلا بيكي. الله يسعد هالصباح، كيف حالكم؟ والله الحمد لله، انت كيف حالك؟ انا منيحه الحمد لله، كويسه. شو رايك اليوم بوصفه الشيف علا؟ سهله وبنعملها بالبيت. الشيف علا شو ما بتعملي بتطلع منها حلو. صحيح صحيح. هيها معك. سهله فيك يا قمر، صباح العسل. اهلين، الله يسعد صباحك، كيف حالك يا شيف؟ اهلا اهلا، احنا بخير اذا انتم بخير. الله يخليكي. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه حبيبه قلبي، طول عمرك. شو رايك في طبخاتنا؟ ان شاء الله على ذوقكم. اكيد اكيد على ذوقنا، ودائما انا كمان بطبق في البيت. طب شو جربتي شيء منا وحسيتي انه عن جد يعني استفدتي شيء هيك غير المعتاد؟ الله يخليكي حبيبتي حبيبتي، بس حبيت اصبح عليك والف يعطيكم العافيه حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي وصباحك سعيد. هلا هون رح نعمل البينك صوص. البينك صوص هو عباره عن لون احمر وابيض، الاحمر من معجون الطماطم والابيض من كريمه الطبخ. بصير في عندك البينك صوص للخضار، رح ننزلها بهالشكل. معلقه كبيره كاتي ما كترت. واي سؤال كمان معك؟ احنا طيب جاهزين. بنصبح على ام جميله، بتصبح علينا رفيف كرم وسميره حسين وام هاني، وايضا بنصبح على تالا محمد وياسر ناصر. بحكي طبخة اليوم معكرونة بالقصدير. أنا أول مرة أكلت المعكرونة الروزي أو الزهرية، حكيت يعني يا حمرة يا هفا، كنت يعني كنت هيك شوي مستصعب الأمر، بس صح. جد أسكى
يعني حسيتها ماسكت الجهتين وكثير هيك نكهة معززة بتكون فيها. 100%. طيب فريدة النمري بتصبح علينا، بتحكي المبدع علا، وأيضا مطبخ علا فاخر من الآخر بتحكي لك الشيخ خمها، وهاني المشاقبة بصبح علينا، وعلي ربيحات خوالدي بده كنافة ناعمة. ليش؟ أوكي علا بتعمل لنا كنافة ناعمة. والله بدها كنافة يا كاتي. بنتي رنين بتصبح عليكم مدلين، وأيضا بتحكي لنا صباح الخير. في معنا اتصال، قالوا صباح الخير. أم أحمد صباح الخير. أم أحمد، طيب علا عم بتنزل هلا المعكرونة. بس أنا عم بسبكهم كاتي، رح يكملوا بالفرن جوا القصدير على درجة حرارة القصدير. فأنت بتعملي حصة القصدير زي ما بدك تعمليها لشخص، بتعمليها لاثنين، بتعمليها كتير كبيرة زي ما إحنا هلا رح نعمل كرمال الشاشة. أنت بالبيت ممكن تسويها هيك، صحن صغير قصدير، تحطي كل واحد قدام مقابله صحنه، بيفتح صحنه وبيأكل. تمام. فهلأ هون أنا بس سبكتها، حطيت طبعا جبنة مع الحشوة. الجبنة رح تمسك لي اللي هي الخلطة، ورح تعطيني كمان نكهة زاكية بالإضافة للمطة اللي هلأ رح تشوفيها بس تسيح على درجة حرارة الخليط. طيب يلا يا عمر. طبعاً أهم إشي، أهم إشي أو أحلى إشي بالمعكرونات كاتي إنها بتفتح لك باب، تحطي شو كل طبعاً. الخضار اللي ولادك ما بيأكلوها، سبارغوس، الهيليون، ممكن تحطي البروكولي، ممكن تحطي كوسة. جربت الكوسة؟ أنا ما يعني مع باستا ما بحبه، بس زاكي بمشي، في ناس بحبه زاكي. ممكن جزر، ممكن بازيلا وجزر كمان، ممكن ذرة. فالحلو فيها إنها بتفتح لك باب، تقدر إنك أنت تبدعي. استخدموا غيره بالبيت من ناحية صحية. هلا أنا بالنسبة للزيت، إذا سألتيني للمطبخ وحتى لبيتي شو بجيب، ولا مطبخ يوم جديد، ما بجيب غير دوار الشمس مش الدرة، ولكن إحنا بنخلي يوم عشان تكونوا أنتوا عارفين، وعشان تكونوا عارفين أكثر إنه في بالمطاعم الزيت اللي بيزيد بتعبى وبنحط على جنب وبنبيعه بالكيلو. نعمل منه الصابون، نعمل منه شمع، وفي كمان استخدامات له كثيره. فحتى كمان الزيت المستعمل له طبعا استخدامات، ولكن في بيتك
الأفضل إلجائي لزيت دوار الشمس. إذا شعرتي إنك حطيتي زيت على القلي وصار في زيت بيطلع منه رغوة، تلاحظي نوع الزيت مش منيح، مش لأنك أنت مقلايتك فيها إشي غلط أو البطاطا عندك غلط، حتى بتأثر في طعم أكلك. تمام؟ رح نروح فيها بالفرن. أنا حاطة ورق قصدير ما رح تلزق، رح تسيح الجبنة على درجة حرارة الفويل، بعدين رح تمسكي بحالها، نفتح القصديرة، ممكن تحطيها بصحن، ممكن تخليها زي ما هي. رح ناخذ مقادير صالونة البازيلا، كتير زاكي وطيبة وهيك تغميس إشي كتير لطيف.